السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع مفتوح المصدر اسمه اوبن توكر، وممكن تكون الاهداف فور المشروع ده يعني طيبة، لكن للأسف ممكن يستخدم في حاجة سيئة. طيب تعال نبص عليه. هو طبعا زي ما انت شايف ست توكر او فيديو توكر، ماشي. طيب خلينا نشوف دوت. هتديله صورة وتديله كلام، سواء انت هتكتب التكست او صوتك، ويبدأ ان هو يخلي الصورة تتحرك زي ما انت عايز بالشكل دوت، سواء بقى اديت صورة قائم فضائي، لوحة فنية، الموناليزا، يبدأ ان هو يخليها تتحرك بحيث ان انت نفسك تقتنع بان هي تتحرك. تمام، بيكون عندك ستيبل ديفيجن وتسطب الموديل ده عليه فبيبدأ يشتغل معاك. هو مشروع طريقة التصليب بتاعته، وساعتها يبقى عندك على الجهاز. دلوقتي هتلاقي حد طبعا عنده وخلاه على سيرفر بحيث ان كل الناس تقدر تشتغل على الموقع بتاعه، والموقع بتاعه يشتهر بالفكرة ديت. تمام، يعني هنا بتبدأ الافكار، وبعد كده حد بيقدر ان هو يستغلها بشكل قوي على الموقع بتاعه، سواء بقى يدمجه في الموقع بتاعه او يعمله صفحة خاصة وهكذا. ده شرح الموضوع. الصورة مع الصوت بيبدأ يعمل لي فيديو. constant attack by politicians. كلهم بيتكلموا نفس الكلام، والوش بيتحرك والعيون بحيث ان انت تقتنع ان الحاجة دي حقيقية. فده من ضمن المشاريع اللي ربنا يستر منها ان شاء الله.